لو الحكاية فيها إن فيدي النهاردة احنا قاعدين حملة مخبرة بتعليمات المحافظة في جهة الدولة عاوية هامش الدولة. احنا النهاردة بنستغل الحملة الجميلة دي عشان ايه هامش الدولة في أربع شوارع سخنين عندي منهم الشارع العام الأول. شوارع شوارع عام الأول بقى عامل أنا عندي أربع شوارع سخنين شوية أنا هشتغل النهاردة شارع واحد شارع العام الأول برجع له كل انضباط وبعد كده عندي ثلاث شوارع تاني ما أقدرش أقولهم عشان يبقى دي فيها سريسة لما ده شارع من الشوارع اللي فيها مخففات. النهاردة الشارع ده ما تعرفش تمشي برجليك. النهاردة كل الناس الحمد لله تعانوا أما الحاجات الثابتة أنا بستغلها النهاردة وأي واحد من الناس اللي بستغلها دي لو عنده مستند قانوني يجي يقول لي عندي مستند قانوني أنا بشتغل بقانون لأن الدولة هترجع وأمر الله. تعليمات المحافظة تعليمات الدولة عاوية تهيبة الدولة بداية عاوية تهيبة الدولة وأنا بقالي شهرين ثلاثة شغال بهذا المستوى الحمد لله محدش شاك إن إحنا شغالين صحيح. الشغلات اللي اتشالت النهاردة كلها الشغلات كلها غير مرخصة عندي حتى لو معاه رخصة الرخصة بتكون متر متر ونص مش خمسة في خمسة عشان كده محدش يقدر يعترض لأن كلهم مخالفين كل الناس اللي واقفه دي نصهم اصحاب بخيال حد له كلمه يجي يكلمني اقول له انت واحد في البحر. انا النهارده معايا كل الجهات معايا رخص محلات معايا البيئه معايا الاعلانات معايا اي واحد يقدر يقول لي انا صحيح. معايا الراجل بتاع يقول لا ده مش الحمد لله واخد الشارع من اوله الحمد لله محدش اعترض ولا حد اعترض لان كل ما هيتم تقنين وضعهم ازاي الوضع ده كله مقنن لتر ونص في متر مش خمسه في خمسه عشان كده انا بسيب راحتي محدش يقدر تعمل ايه انا بطبق القانون صح ولا انا شايف ما طبقش قانون ايه يكلمني شكرا.